نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بخنشلة حملة تحسيسية على مستوى السد الثابت بالحمة. خلال هذه الحملة التحسيسية تم دعوة جميع سواق المركبات بمختلف أصنافها للتقيد بإجراءات السلامة أو القيادة السليمة. خلالها أيضا تم تقديم نصائح متمثلة أساسا في تفادي السياقة أثناء الإرهاق والتعب، أيضا تفادي المشاحنات، تفادي المشاحنات في الطريق. أهم شيء هو احترام المسافة الأمنية، احترام المسافة الأمنية واحترام السرعة القانونية. نشكر الدرك الوطني على الحملة التحسيسية هذه اللي داروها لنا نهار اليوم، وإن شاء الله يعود الشعب واعي ونفوتوا رمضان بدون حوادث مرور.